نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إن شاء الله الفيديو من مطبخي، هنعمل مع بعض الزبادي بطريقة سهلة جدا جدا، بدون فرن، بدون صينية، بدون أي حاجة خالص، وكمان هنعمله في وقت قياسي جدا. طبعا يعني انتوا عارفين لازم الزبادي في سحور رمضان أساسي جدا جدا. يلا بينا بقى نشوف مع بعض هنعمله ازاي بأسهل طريقة، وطبعا بطريقة مضمونة جدا، وكمان هيبقى موفر معانا، لان انتوا عارفين اسعار علب الزبادي دلوقتي اسعارها بقت غالية شوية. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي بفكركم باللايك، لايك على الفيديو عشان تشجعوني اعمل لكم وصفات كتير من مطبخي. بسم الله. اول حاجة معانا كيلو من اللبن اهو من عند اللبان، ده انا غالياه وبالدسم بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، وسبته يبرد شوية يبقى فاتر زي دمعة العين بالظبط. طبعا لو انتوا عايزين تعملوه بقى زبادي لايت هنغليه وبعدين نسيبه في التلاجة يعني لتاني يوم، وبعد كده نشيل طبقة القشطة من عليه تماما، وهيبقى معانا زبادي لايت. انما انا بحبه الحقيقة بخير، وبحبه بالدسم اللي فيه، وممكن نعمله باللبن المبستر برضو لو انتوا عايزينه لايت، لكن انا دايما بفضل اللبن الجاموسي زي ما احنا شايفين كده من اللبان اهو. وهقول لكم على تكة حلوة جدا جدا علشان الزبادي بتاعنا كمان يطلع كريمي، وكمان ما يعملش مية خالص، يبقى كده كريمي جدا جدا وناعم. التكة دي ان شاء الله تعرفوها في اخر الفيديو تابعوني. اول حاجة هنا انا جبت زبادي جهينة او اي نوع زبادي عندكم، سواء بلدي او المعلب او اي نوع، مش هتفرق كتير يعني. انا قبل كده عملته بزبادي بلدي كان جميل جدا جدا، المتوفر عندكم يعني اعملوا بيه اهو. هناخد منه ده مقدار كيلو من اللبن اهو، على كوباية بولة اي حاجة، هاخد معلقة كبيرة بالشكل ده اهو، واحط عليه معلقتين من اللبن الحليب كده او 3 معالق، وبعد كده هبتدي ادوب الزبادي في اللبن الفاتر، يكون زي دمعة العين بالظبط، لحد ما يبقى قوامه كريمي جدا معانا بالشكل ده اهو. بصوا انا بدوبه في اللبن، طريقته سهلة جدا جدا جدا، وهنعمله بدون مكنة زبادي كمان، وبدون فرن، وبدون اي حاجة خالص، وهيطلع معانا احلى زبادي. عايزة اقول لكم ان انا بعمله دلوقتي بعد الفطار بوقت كبير يعني، والزبادي ده ان شاء الله هناكل منه على السحور 2 3 ساعات وهيربط معانا ويبقى جميل جدا. وكمان معلومة، كل ما اللبن يكون دسم اكتر كل ما يربط معانا بسرعة جدا. بصوا بصوا بقى قوامه كريمي جدا ازاي اهو. هبتدي بقى انزل بالخليط ده، خليط الزبادي اللي خليناه كريمي، على اللبن كله، وهبدا اقلبه كويس جدا جدا. ممكن تستخدموا الخلاط في المرحله دي او الهاند بلندر او المضرب اليدوي اللي انا بستخدمه ده، الثلاثه ينفعوا بالشكل ده. هضربه كويس جدا وارجع لكم عشان نشوف مع بعض المكون اللي هيخليه كريمي جدا معانا، وكمان هيدي للزبادي طعم حلو جدا جدا. تابعوني. خلاص انا قلبت اللبن كويس جدا في الزبادي او في خميرة الزبادي بتاعتنا. ايه بقى هو المكون اللي بقول لكم عليه اللي هيخلي الزبادي بتاعنا كريمي وكمان طعمه حلو جدا جدا؟ لبن بودرة. هاخد معلقة كبيرة من اللبن البودرة اهو، زي ما احنا شايفين المعلقة دي فعلا هتخلي الزبادي بتاعنا متماسك وكريمي جدا، مش مخرز ولا محبب ولا اي حاجة خالص. تمام. وكمان هتديله طعم حلو جدا جدا. ممكن برضو في المرحلة دي لو انتوا عايزينه مسكر شوية، زبادي بالسكر، هتضيفوله معلقة سكر كبيرة او معلقتين على حسب الرغبة في المرحلة دي برضو زي ما تفضلوا.
بس انا هضيف ليه معلقه من اللبن البودره. والتكه دي الصراحه هي تكه مامتي، دايما بتعمله لنا كده وبيطلع بصوا احلى زبادي من ايد مامتي الحقيقه. فانا هعمله بطريقتها وهي بتعمله من غير مكنه برضو ومن غير اي حاجه خالص ومن غير فرن اهو. ابتدي بقى اقلبه كده لحد ما يدوب خالص في اللبن الدافي بتاعنا. تمام، هو كده داب كويس جدا. انا هعمله النهارده في طواجن من الفخار بتخلي طعم الزبادي يعني تحفه جدا جدا. هحضر معاكم الطواجن الفخار وكمان هنصب الزبادي ونشوف مع بعض بقى هنخمره في ايه. دلوقتي بقى حضرت الطواجن الفخار زي ما انتم شايفين كده، اللي هحط فيها الزبادي، وحطيت الزبادي هنا كده عشان اعرف اصبه هنا. هنصب بقى كده بسم الله. وطبعا لو ما كفتش الطواجن دي هنكمل في كوبايات عادي جدا، بس الطعم في الطواجن بيبقى مختلف خالص. هجيب بقى كوبايات تانية هنعبي فيها بقية الزبادي، خليكم معايا. هنا بقى حضرت الكوبايات بتاعت مكنة الزبادي عندي، احط فيها بقى الزبادي بسم الله. انا طبعا استخدمت الكوبايات دي عشان هي ليها غطيان فبتسهل عليا جامد ان انا احطها في التلاجة واغطيها، مفيش اي حاجة تكرف عليها خالص. اهو عملت 4 كوبايات، وبقيت الشوية دول بقى نحطهم في اي طاجن كده. اهو يبقى ما شاء الله كيلو اللبن عمل لنا 4 طواجن زبادي محترمين، وعمل لنا كمان 4 كوبايات زي ما انتم شايفين كده. طبعا في ناس هتقول طب انتي وفرتي ايه يعني، هو كيلو اللبن انتي جايباه بكام، وكمان علبة الزبادي بكام؟ عايزة اقول لكم كيلو اللبن ب13 جنيه، احلى لبن ب13 جنيه. تمام، وعلبة الزبادي تقريبا ب3 جنيه. دلوقتي انتي لو جبتي حاجة زي كده مش اقل من 6 جنيه بالفخار، وطبعا لو برضو زي كده هتلاقيها ب4 جنيه ولا حاجة علبة الزبادي. شوف انتي بقى وفرتي قد ايه، غير ان انتي عاملة حاجة الصراحة مضمونة، وكمان يعني انتي ضمناها وانتي اللي عاملاها في البيت، وهتطلع نتيجته احلى كمان ما بنشتريها من بره. وكل مرة تعملي زبادي سيبي كوباية او معلقتين تعمليهم خميرة للزبادي المرة اللي بعديها منها فيها، يعني من غير ما تضطري تشتري زبادي تاني. يلا بينا بقى نشوف مع بعض ازاي هنخمر الزبادي ده من غير مكنة ومن غير فرن ومن غير اي حاجة خالص، وكمان هتنجز لنا في الوقت. طريقة سهلة جدا جدا، تابعوني. طيب انت هتسوي الزبادي في ايه بقى يا ايمي؟ انا هسوي الزبادي النهاردة في المايكرويف. طبعا يعني اغلبيتنا عندهم مايكرويف، المايكرويف هيسهل جدا جدا الزبادي علينا، وكمان طريقته تحفة وانا جربتها قبل كده. هحطه بقى في المايكرويف، يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو المايكرويف بتاعي، هفتحه وهرص الزبادي فيه بسم الله. اهو بصوا انا رصيت اهو الطواجن، وهجيب الكوبايات كمان. انا كان ممكن اعمله لكم في المكنه او في الفرن، بس حبيت اقول لكم الطريقه دي جميله جدا جدا والنتيجه بتاعته مضمونه جدا. طبعا اللي ما عندوش مايكرويف هيستخدم ممكن صينيه عاديه جدا وهيحط فيها ميه سخنه وعلى رف المطبخ عادي، مش مشكله في الفرن ولا اي حاجه، مش شرط فرن يعني. اهو حط اخر كوبايه اهي كده، كده المايكرويف بتاعي اتملى. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هقفل المايكرويف وهشغل عليه دقيقه واحده بس، دقيقه واحده اهو، ده 30 ثانيه وهارجع اشغل 30 ثانية كمان. اهو خلاص قرب 30 ثانية، قربت تخلص، هنشغله 30 ثانية كمان. ما نقلقش خالص من طواجن الفخار جوه المايكرويف، هشغله 30 ثانية كمان.
بصوا كده انا سبته دقيقة، خلاص كده انا عملته دقيقة. طبعا الدقيقة دي ميزتها ان انا بوفر له الجو المناسب علشان يختمر فيه الزبادي، هوريكم لاني لسه برضه هسيبه اهو. ده شكله لسه طبعا مية معانا، لسه سائل، لسه مربطش معانا. هسيبه بقى لمدة 3 ساعات ويمكن اقل كمان في الميكرويف. هقفل الميكرويف هسيبه لمدة 3 ساعات وهنرجع نشوفه مع بعض. هفتح عليه الميكرويف ونشوف مع بعض الزبادي بتاعنا هيكون قوامه عامل ازاي. تابعوني وما تنسونيش في اللايك. بقى مر 3 ساعات على الزبادي بتاعنا في الميكرويف، هنفتحه ونشوف مع بعض ايه اخباره علشان نتسحر بيه. شايفين؟ شايفين بقى متماسك ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا الطاجن، بصوا اهو متماسك جدا جدا. برضه هوريه لكم، خرجوا وريه لكم. بصوا شايفين كوبايات الزبادي ولا نقطة مية ولا أي حاجة، والطبقة اللي فوق الوش دي القشطة عشان أنا بحبه زبادي دسم يعني بقشطته، واللبن كان لبن فيه قشطة يعني. يلا بينا بقى نطلع بقية الزبادي بتاعنا من الميكرويف ونشوفه مع بعض هيبقى كريمي ازاي. تابعونا. وادي شكل الزبادي بتاعنا، طواجن الزبادي الجميلة جدا بعد لما خرجناها من الميكرويف. طريقة سهلة جدا ومنجزة في الوقت، احسن من الفرن واحسن كمان من مكنه الزبادي. على فكره انا عندي مكنه زبادي بس قلت النهارده بقى اجرب لكم الطريقه دي للي ما عندوش مكنه، وكمان اللي ما عندوش برده فرن، وكمان اللي ما عندوش مايكرويف بقى ممكن يحطها في صينيه فيها ميه سخنه ويغطيها باي فوطه مطبخ ويسيبها على ترابيزه المطبخ، هيبقى احلى زبادي برده. بصوا طبقه اللي انا بحب قوي القشطه بتاعه الزبادي دي، بحبها جدا جدا. لو عايزينه لايت زي ما قلت لكم ممكن تشيلوا القشطة بعد لما اللبن يغلي او تستخدموا اللبن المعلب. اوريكم دلوقتي بقى قد ايه هو كريمي. بصوا وناعم جدا، شايفين؟ شايفين قوام الزبادي اهو. بصوا قوامه كريمي جدا زي اللي بنجيبه من بره، واحلى كمان، احلى زبادي بيتي اهو ولا نقطة مية. طعمه كمان جميل. بصوا بقى القشطه اللي في الكوبايه، بصوا شايفين كل دي قشطه، قشطه الزبادي اهو اهو. ايه رايكم بقى في الزبادي ده؟ ايه رايكم؟ وطعمه كمان في الطواجن بيبقى مختلف خالص، طعمه جميل جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان النهارده بقى طريقتي في الزبادي البسيطه وكمان السهله تكون عجبتكم، واتمنى تدعموني باللايك، لايك على الفيديو لو عجبكم، والشير واشتراك في قناتي اللي يشوف القناة اول مرة. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة امي هنونة تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.